وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير. محمد، مرحبا بكم. بداية، كيف هي الأجواء عندكم وكيف يؤدي الحجاج مناسكهم؟ تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله زميلي محمد، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وجميع مشاهدي قناة الرافدين بخير بفضل الله. هذا اليوم الحجاج في أيام آخر أيام التشريق، المنسك الأخير من مناسك الحج وهو رمي الجمرات الثلاثة المتبقية عليهم ليقوموا من بعدها بأطواف الوداع لمن كان آخر عهده في مكة المكرمة للخروج خارج مكة المكرمة. بذلك ينتهي موسم الحج هذا العام بفضل الله دون وجود أي حالات تذكر، حالات طوارئ أو أي حالات حدثت في هذا الحج لعام 1439 للهجرة. طيب محمد، رميتم الجمرات خلال اليومين الماضيين وتستكملون هذا اليوم، لكن كيف كانت هذه الشعيرة هي الأصعب خاصة تجمع الحجاج فيها وغالبا ما يحدث تدافع؟ كيف جرت هذه العملية محمد؟ محمد، بشكل عام رمي الجمرات والمبيت في منى هو فعلا كما ذكرت هي أحد أصعب المراحل فيما يخص الحج في كل عام، التدافع وتزاحم كبير جدا، ولكن نتيجة دراسة لوضع الجمرات بشكل جيد قبل المشرفين على الحج في المملكة العربية السعودية ووجود أربع طوابق للرجم في الجمرات سهل بعض الشيء عملية رمي الجمرات. طبعا التزاحم والأعداد كبيرة جدا، هذا اليوم كما ذكرتم في الخبر حوالي 1,600,000 حاج اليوم قاموا برمي الجمرات ممن هم متعجلون في الخروج وإنهاء مناسك الحج. بقي القليل فقط ممن يؤجلون إنهاء مناسكهم إلى يوم غد، ممن هم يتأخرون في أداء هذه المناسك. عملية النفور من ميناء كانت من الجمرات ومن ميناء كانت صعبة بعض الشيء، شهدت مكة المكرمة ازدحام كبير جدا يعني في كل فترة من هذا العام يشهد هذا الازدحام، خصوصا من طريق الخروج من الجمرات إلى طريق مكة المكرمة بشكل مباشر، حيث لا توجد هناك أي وسائل للنقل، يكون النقل فقط عبر السير من مشعر ميناء إلى الحرم بشكل مباشر. هناك نقطة ثانية محمد، عمليات الدخول إلى ميناء أيضا شهدت العديد من الصعوبات بسبب الازدحام، ولكن وجود قوات الدفاع المدني وإغلاق بعض الطرق حتى لا يكون هناك أي تعارض في الخارجين من المشعر وداخلين المشعر والابتعاد عن حالات الاصطدام ساعد قوات الدفاع المدني في عدم وقوع أي حالات من الاصطدام، وأيضا توزيع الحجاج على الطوابق الأربعة التي يرمى فيها الجمرات أدى هذا الأمر إلى بفضل الله إلى نجاح العملية بشكل إلى حد كبير وعدم وقوع أي مشاكل. في حالات الذروة والازدحام الكبرى كان هناك ضبط بشكل كبير من قوات الدفاع المدني والقوات العسكرية الموجودة، قوات الطوارئ الخاصة، لمنع وجود التصادم بين الحجاج، وكانوا بالفعل يقومون بإبعاد المجموعات ووضع مسافة بينها من أجل الانتهاء من مجموعة فمجموعة أخرى بعمليات الرجم. محمد، هل بدأت الأعداد تقل بعد انتهاء المتعجلين من أداء مناسكهم؟ هل لاحظت ذلك؟ الأعداد بدأت فعليا تقل، يعني هناك شرط يعني ممن يريد أن يتعجل في عملية رمي الجمرات عليه ألا تغرب عليه شمس ميناء وهو في مشعر ميناء فينتقل مباشرة إلى مكة المكرمة. من كان عهده في مكة هو اليوم وآخر وجود له في مكة، نشاهد هناك بعض الازدحام في الحرم المكي، الكثير منهم يقومون الآن بعملية طواف الوداع للخروج من مكة، الازدحام قل فعليا عما كان عليه الأيام السابقة، ومع ال 24 ساعة المقبلة سنشهد يعني خروج كثير من الحجاج من مكة المكرمة وتوجه إلى المدينة المنورة وما إلى باقي المدن، خصوصا حجاج الداخل الذي المقيمين في السعودية. مع انتهاء طواف الوداع من مكة المكرمة ينتقلون مباشرة إلى المناطق التي أتوا منها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدينة رسول الله وإلى أي مناطق قريبة من مكة المكرمة، فهذا سيؤدي أيضا إلى تخفيف الازدحام بشكل كبير في مكة المكرمة. موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير، شكرا جزيلا لكم.